كارير. صباح الخير صباح الخير، وان شاء الله نهاركم اسعد لي ومن ما كنتوا قاعدين تسمعوا في اكسبريس اف ام 9:38 دقيقه معكم حتى للعشرة ونص متاع الصباح في كارير على اكسبريس اف ام. ريم سعاده من الميكرو. اليوم حاضره معنا ايناس بوحربي. ايناس مرحبا. مرحبا بك، رمضانكم مبروك، صيام مقبول ان شاء الله وسنين دائم، وكل عام وانت حيه بخير. فرحانين برشا اللي نستقبلوك اليوم في كارير. فوق خير الأوريجينال هي شخصية اليوم مش نحكيو عليها في بورتري. نعود نفكر سلون لينياغرام، هذه هي الشخصية الثانية بالنسبة للأسبوع هذية. انسبيري ملهم وملهم، أنت من النواحي الكل فما انسبيراسيون، مكتشف المواهب يظهر لي. مش زيد نسأل ضيفتنا من بعد شوية، في كل شيء عنده طريقته الخاصة في القراية في التدريس في التربية في الخدمة بصفة عامة في تعاملته مع الناس، كل شيء خاص. الحس المرهف نتاعو هو اللي مكنه باش يفهم الاتموسفير العام نتاع اي مكان يدخله، ينجم يعرف بسهوله شنو هو لومور نتاع الشخص اللي قدامه، ينجم يتكتي حاجات الناس اللي بحذا ما تشوفهاش، كيما شويه في الافلام تاع ساينس فيكسيون معناتها الحاجات اللي ما تتشافش هو يحسها بالحس المرهف نتاعو، ينجم يفيق بكل شيء. ايناس بوحار مرحبا بك مره اخرى. عايشك وبيك. ايناس الشخصيه هذيا فيها برشا ميزات كنا نحكيوا عليهم، نحب ندخل في الميزات هذوما بالوحده بالوحده معاك بشويه. الاوريجينال هو ما يعملش الحاجات في حياته العاديه، حتى كيقوم ياكل يشرب ما يعملهاش كما الناس الكل من صغره. دايوغ الاوريجينال ما يتخلقش افانتون ولا يعمل كارير باش يقول انا باش نولي اوريجينال، با دوتو. من صغره ديما عندنا في العائله واحد اللي عمره ما يعمل حاجات كما الناس الكل، اللي عنده طريقته في الكلام طريقته في التعامل اللي تخليه يخرج من 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 كلو هذاك من خواته من العائله. الاوريجينال عنده حس مرهف، عنده زاده سنسيبيليتي اقوى من العاده. شو معناتها؟ معناتها يحس بكل شيء كما انت قلت، يدخل في سال يعرف شكون اللي انتيباتيك، شكون اللي سهل مع الكلام، وسورتو هو اللي يجذب العباد ليه. الاوريجينال عنده حاجه اللي هي اكيده انه يحب نظره الناس، يحب الى تير لاتونسيون عليه، يحب الناس كل يبداو يلهم به. دونك شو يعمل؟ يعمل ملي هو صغير الى تير لاتونسيون تاع والديه، يبدا يتكلم بطريقه مختلفه، يتكلم كلام كبار، يلبس بطريقه مختلفه، يحب الالوان، اي سوفون اكسترافيرتي، معناتها اورينتي للعباد للكلام، اورينتي للمظهر زيدا كيف المظهر عنده قيمه كبيره برشا الاوريجينال. وفي حياته اليوميه يقلق اذا يعمل حاجات كيما الناس الكل، وقد ما يكبر قد ما باش يحاول انه باي طريقه يخترع طريقه اخرى في التعامل مع الناس، في اللبس في الكلام في الكارير نتاعو. دايوغ الاوريجينال ما يعملش خدمه كيما الناس الكل، ما يخدمش في بنك نسيرمون، ما يخدمش يخدم باركور نتاعو مش عادي يكون سوفون سي ديزارتيست. علاش؟ خاطر عندهم حس مرهف كيما انت قلت، عندهم الهام من كل شيء بالطبيعه من الموسيقى، عندهم ديما ان بيرسوناج اللي يحبوا يسوفوا اترافير سيت بيرسوناليتي. نجم يكون بو، نجم يكون عالم، نجم يكون اي حاجه اخرى، مي لوريجينال كي يبدا اوريجينال برشا. خاطر حد في الانستغرام حد ما هو جوست اوريجينال، جوست ديما احنا مخلطين، اون دي زاكسون، اون دي زال كون ابل اللي يخلط يليميت هالاوريجيناليتي. مي لوريجينال بطبعه هكا، والناس يحبوا لوريجينال. علاش؟ على خاطر حتى لو كانوا يبدا ستريكت ديما يطمن كي يشوف اوريجينال، اللي يهدي شويه من الكوتي ستريكت اوستير. لوريجينال كي يدخل في سال يجيب شويه شميسه معاه، وديما زيد يضحك، ديما يجيب نكته، حكايه جديده، ديما عنده اخر صايحه في كل شيء، اخر الاخبار اللي الناس كل يحبوا يسمعوها. لوريجينال ديما يتوجه لهذا، سي ان اكسترافيرتي، ديما يلوج على جديد، سي ان انوفاتور زيد كيف اللي يحب حاجه جديده. مي سي اون انوفاسيون مش لي هو كهو للعباد، يخمم برشا في العباد الاخرين، من شيرت انهم يغزروا له ويعرفوا، زيد هو زيد يتلهى بهم. دونك لوريجينال ديما هكا يبحث على انه ديما يحسن من كل شيء، يجيب حاجه جديده. الاكستريم تاع لوريجيناليتي سي كو اذا ما عندوش لو روتور دو سا، باش نرجعوا لها من بعد باش نشوفوا بعد شنو هو الجانب الاخر معناتها تاع الشخصيه هذه. مقبل خليني شويه، انت قلت كلمه ماما برش، قلت فنان ارتست دون لام، هو معناتها الشخص هذا الفن يجري في دمه، وحتى افكاره والحاجات اللي خمم فيها يوصلها بطريقه فنيه. يعني معناتها حتى الافكار نتاعو يمكن هوني نشوفوا صعوبه عند بعض الناس باش توصل الافكار نتاعها، هو الافكار نتاعو نون سولمون يوصلها، اما يوصلها بطريقه ذكيه برشا وبسلاسه فنيه كبيره، تنجم تخلي العبد من غير ما يحس لي الشخص هذاك اللي قدامه الاوريجينال نحكيو عليه اليوم، ينجم قاعد يوصل له فيها مساج يتعدلوا مباشره المساج هذاك بالضبط بسهوله بطريقه زيد. الاوريجينال عنده الكونتاكت هيومان سهل على الاخر، يتكلم مع الناس الكل بسهوله، ما يحشمش دون سونس، ما يحشمش انه ما عندوش هكا التيميديتي اللي تخليه يخمم 10 مرات قبل ما يقول حاجه، سكيفي كو الاندفاع نتاعو شويه هذاك يخليه يقابل الناس الكل، و لي بارير يكسرهم
مع العبيد. علاش؟ خاطر هو مختلف ابيتوالمون الى تير لي جون، خاطر طريقته في الكلام يحب العباد، يحب غزرة العباد ليه، يسانتيريس ا تول موند. مي صحيح سي ان كرياتيف، سي كلكان يشلق اذا هو شيلق بروحه ولا لا، معناتها سابيتر انكونسيون ولا كونسيون. سي ان كرياتيف دون سانس و يحب الالهام من كل شيء اللي يشوفه العباد، نجم يقابل العباد حتى لو كان ما يعجبوش يلهموه في حاجه اخرى، ينجم يولي يليزيميت ويلاتير لي زوتر، يضحك العباد، ينجم جوستومون سي كلكان دو تري كوريو، يشوف يحب يسافر، يحب يشوف كل شيء شنو الموجود، يقلق لوق جياسر، معناتها سي با كلكان كي في دون لا روتين، يقلق برشا في الروتين على خاطر ما تزيدلوش حتى شيء، ما تضيفلوش في حياته حتى شيء. لي زوريجينو سون غار لي فري، معناتها سون اكسنتريسيتي فوالا مي سون الي دون ليكسنتريسيتي لوريجينال. العباد اللي عندهم بروفيل كي من هكا قليل، فما دي سوسيتي صحيح، فما دي سوسيتي اللي عاونوا لي زوريجينو، علاش؟ خاطر ما يحكموش عليهم شو كيفاش لابس، شو كيفاش يعمل، يحطوهم ان مارش. يا دي سوسيتي اخرين اللي يحطوهم اكثر ان مارش، على خاطر اذا ما يقبلوش كيما الناس الكل سيكو عنده مشكل. هذاك علاش زاد فما ضغط على الاوريجينال ماشي هذه، دونك قليل موجودين في الشركه، سي اون فالور اجوتي، غراند فالور اجوتي دون سارتان سيكتور، مي اون جينيرال سي اون فالور اجوتي. معناتها في ريونيون هو ديما يجيب فكره اللي حد ما خمم فيها ويقولها، معناتها مش يخمم فيها هكا ويقولها ويدافع عليها، يجيب كونسيبت جديد. فما دي ميتيي بوبليسيتي مثلا ماركتينغ، لازم عباد فلا ماجوريتي كونو دي زوريجينو، سوف كو لو بروبليم قليل ونقاو on peut pas les détecter facilement. طيب خصوصا في ذو بارفاي بداو ماهمش حتى في الاختصاص هذاك، ونحنا حتى كان جاي شكون حاضر معنا هنايا في فيش ميتي قبل كي كانت في الخدمه، جاو بحثنا دي كوبي رايترز، ولي كوبي رايترز هما اللي يعملوا البوب فوالا اكزاكتومون، ويختاروا حتى لي سلوغان والافكار نتاع لي بوب، واغلبيه اللي شفتهم من الاختصاص هذا ما عندهم حتى علاقه بالاختصاص بالضبط. يعني اما صدفه اكتشفهم شكون، والا معناتها في قاعدات معينه معناتها وقع تفطنوا التالون هذا. المشكله سي سا، فما دي سوسيتي، فما دي سيفيزاسيون اللي يعاونوا يفالوريز سو كوتي اوريجينال. فما دي سوسيتي اللي يقولوا مثلا احنا عندنا مثلا في تونس يقولوا اقرا، المهم تقرا، اعمل شيتك وبعد اعمل اش تحب. مثلا جي صغير يقول نحب نعمل دي زيتود جو سي با موا ان بوبليسيتي ولا لي بوزار، اون جينيرال سي با لو برومي شوا. علاش؟ خاطر الوالدين يقول كيف هذه مش ميتين. اعمل ميتين، اعمل طب بعد اعمل اللي تحب، المهم جيب لي شهاده. اي سي سا جوستومون يبدا الاختصاص نتاعهم اللي قراوه الاكاديميك ما عنده حتى دخل، على خاطر بعد يقول لك هاني عندي الدبلوم مانون جو في سكو جو، وحر هو. الاوريجينال سي ان ليبر اي سا في بارتي دو سون اتو اي aussi de son défaut. Allez, à la خاطر باش تنجم في شركه تنجم tu diriges un original, il faut être original mais il faut avoir du charisme par rapport à cet original là باش تنجم شويه توجهوا لشنو، خاطر نجم يمشي في شيرات الكل ديبوردي. وباش نرجعوا من بعد نحكيوا على الخروج على الخط هذا شويه، على خاطر هوني نحكيوا على الطاقه، والطاقه تنجم تمشي في حاجات ضيع شويه الوقت، وحكينا برشا على نقطه ضيمه دول بكل. قلنا اللي الاوريجينال الهدف نتاعو الاختلاف بالاساس، دايغ يتربى حتى على في الصغر على شيء زي كما قلت انت، سواء يكون هو شخصيته كي كملي صغير، يا اما يتربى على انك لازمك تختلف باش تنجح بالضبط. وهذه الكلمه اللي يسمعها ياسر من والدي في صغره. باش نرجع من بعد الاختلاف هذا شنو نجم سبب، لكن يركز عليه والتولي طاقته كلها مركزة على الاختلاف بالأساس، نجم حتى تولي مضرة من بعد شوية داخل المؤسسة دي كل باش نحكيه عليه. ديما مع إيناس بوحرب مختصة في التدريب الكوتشينج، كيف مختصة في التنمية الذاتية والبشرية. نحن معكم ديما في كارير على إكسبريس أفام حتى للعشرة ونص متاع الصباح، ومازلنا نحكيه على لوريجينال. نقعدوا معنا الموسيقى، مازلت مواصلة معنا بي جي ستاين اللايف 9:55 دقيقة، ومن بعد عندكم موعد مع الفلاش بوكس كارير بورتري. ديما نحكيو في كارير وفي بورتري بالتحديد على الشخصيه نتاعنا بالنسبه لليوم الاوريجينال، الشخصيه هذه اللي كل شيء جديد في حياتها تحب ياسر تجلب الانتباه. حكينا برشا على الايجابيات، نحكيو شويه على السلبيات فيما يخص الانتباه هذا. التركيز المفرط ايناس في جلب الانتباه، محاوله جلب الانتباه، ينجم يخلق مشاكل خاصه داخل المؤسسه، لكن تولي العمليه مرتبطه بالاساس بالجلب الانتباه هذا، معناتها مش بالخلق ولا بالابداع ولا بحاجه اخرين. وهوني نخلطوا شويه للشخصيه سوبرفيسيال اللي كنا نقوله، تولي وقتها سطحيه اكثر الامور، ما عادش مهمه للشركه ولا للشخص حد ذاته. بالضبط، الاوريجينال على اساس انه هو ديما يحب يجلب الانتباه، اللي يخدموا معاه ينجموا يحسوا انهم
انه ياسر انه يجبد روحه برشا ويتقلقوا منه على خاطر ديما هو يكسر لي باراج نتاع اي حاجه في ريونيون. هو ديما يقول علاش ما نعملوهاش بطريقه اخرى، علاش هذه هكا، اللي ينجم يقلق لي كوليج نتاعو اللي ماهمش ديزوريجينو، اللي نجم يكونوا avec des comportements مختلفين. ما ننساوش الشركه كانها عائله، اما عائله دون سونس عندها دي كود، عندها تقاليد، عندها طريقه تعامل ما بيناتهم. الاوريجينال ديما يجي مختلف، وساعات كي يبدا اوريجينال عنده لو كوتي اوريجينال ياسر قوي نجم يحاول يكسر هالعادات هذو على خاطر سي با كونفنسيونيل. هذايا التضارب ينجم يخلق حساسيات ما بين بعضهم، ينجم يخلي الاوريجينال الناس الكل يتحاموا عليه خاطر هو اللي ديما مختلف على العباد وديما يحكي بروحه برشا. كي قلق ينجم هو يكون يبات غشتي، مو هذاك نعرفوه ما يعملش كيما الناس الكل، مو هذاك ديما هو اللي باش يجي يغمي ان كيستيون كل شيء. دونك الاغلبيه بالضبط في الوضعيه ما تفهمش الاغلبيه شنو باش تعمل، باش تحطات منه دونك باش تحاول تبعده من كل شيء، ولا لو كاتيغوريز تردوا حاجه تحطوا في اون كاز اللي هو مختلف عن الناس الكل دو توت فاسون ما يفهمناش. مش باش يقولوا هو عنده حس مرهف كبير ولا عنده اوريجيناليتي، لا باش يحاولوا يحطوه في كاز باش يبعدوه عليهم. هو يولي مش طبيعي، يولي مش طبيعي، يخلق مشاكل اللي ما تظهرش من الاول، اللي تظهر ديما دو مانيير انفورمال بينات بعضهم كي يشربوا قهوه ولا ما يهزوش معاهم ولا ما هو انت عندك عالمك يا خويا احنا عندنا صغار وديار وما احناش نتاع هذا. سي دي بتيت ريفليكسيون هكا اللي تزلق اللي كوم سي كالكان دو تري سنسيبل زاد كيف ويحس يعرف روحه ديريكتومون انه هو مش تبعهم مش دون لو جروب. اي سا ينجم يلز الاوريجينال انه يحس بالغوجي، يرانتر دون اون بتيت ديبرسيون ولا يخرج من الخدمه ولا يلي تريست يي دوفيان با برودكتيف ويدخل دون ان سيركل فيسيو. معناتها بلو يلي روجتي موان يتراباي، موان يتراباي بلو يلي روجتي. سي ان بروبليم، سي اون جيستيون دو كارير افير للاوريجينال في شركه. لازم جوستومون لي ماناجور يكونوا عندهم الكومبريانسيون هذا انه لا جيستيون دان اوريجينال ماهيش جيستيون تاع دوتر بروفيل مختلفة جدا. لازم يتلاها بيه ويحكي معاه ديما ويحسوا بقيمته، خاصة إذا يحب يخرج منه الماكسيموم لازم يحسوا بقيمته والإضافة متاعه في الشركة اللي هي الإضافة متاع الأوريجينال ما هيش كيما الأخرين. باش تكون مختلفة تماما لازم زاد المانجر يتقبل هذا إنه الأوريجينال في الإكيب متاعه ماهوش باش يخدم له كيما الناس الكل، باش يخدم له بطريقته الخاصة، باش يتعامل مع أصحابه زاد كيف طريقة خاصة. طريقة خاصة هذا يفوا مانجر زاد هو بيدو يبدا عنده أمتي كوتي إن كومبريونسيون، عنده أمتي كوتي أوريجينال مي با نيسيسامون برشا، باش يفهم ويحاول يلامبليك ويدخل في الجروب الأوريجينال هذا. أنت قلت لي حاجة مهمة برشا غونتين، قلت لي اللي المانجر ديما يحب شكون يشبه له في أغلب الأحيان، والشخصية هذه ما تشبهش بالكل للناس اللي دارين بها كما قلت انت على 10 20 شخص نلقى واحد بالمواصفات هذه الكل، وهذا شنو يقلق في اغلب الاحيان المانجر. وانا هوني باش نتفكر شويه امثله في اوروبا ولا في العالم الغربي بصفه عامه، نلقاو ياسر حتى في المكتب نبداو من الصغر الصغيرات اللي بداو ياسر عندهم امتياز في مواد معينه ولا في حاجات معينه، ونلقاو مش كيما زملائهم بالكل، يلموهم بعضهم يحطوهم في مكتب خاص ويطوروا لهم طاقاتهم. فوالا في المال في المؤسسه كاينه مدرسه صغيره كيما نقولوا مجتمع صغير المؤسسه، كيف اسكو اللي كان داخل المؤسسه في على شركه نلقاو فيها 300 شخص ولا 250 شخص ولا حتى 1000 شخص، الناس هذوما اسكو بو لي ديتيكتي ومن بعد نلموهم بعضهم حتى اللي كان اختصاصاتهم مختلفه، نجم تكون طريقه تصرف باهيه ولا سا ديبون دو لابروش اي بون اي صحيح يفو دو توت فاسون بصفه عامه لازم في الشركه يكون فما جيستيون دو كارير، معناتها بالبروفيل كل عام نشوفوا شنو هما لي بروفيل بروميتور لي او بوتنسييل، لازم الشركه تعمل هذا باش تنجم الا سور لا ريليف وتحاول تزيد تخليهم هذوما الاطراف الباهين المختلفين اما باهين باش تنجم تشجعهم والديفلوب لو كومبيتونس. هذا بصفه عامه صحيح. تبقى الاوريجينال الحاجه بارتيكولير فيه سي كو فيو كو ما تلقاش برشا في الشركه، وديجا حتى كان تلقى ما يشركوش بهم، معناتها مش على اسا جوست فالور مش قيمته مهمش ياخذوا فيهم على قيمتهم الاصليه. دونك صعيب انهم بصفه عامه صعيب انهم يتعاملوا معاهم، ما يعرفوش شنو يعملوا لهم. وزيد ما يفوا با اوبليي الاوريجينال عنده ان كادر بارتيكولي، يحب الحريه ما يحبش يتقيد، ما يحبش يتقيد بسويع، باش تعملوا هو كا بارتيكولي ولا حتى اللي معاه صعيب ياسر. ذيك علاش سوفون لي اوريجينو يخدموا دون دي سيكتور اللي ماهل لهم لهذا، اللي نطلبوا منكم لو ريزولتا بانيسيرمون انك تجي في الوقت، انك تلبس كيف تحب مش كوستيم كراوات. انا ما نصورش فما برشا دي اوريجينو في بنك قليل، سي تري تري رار، خاطر الفونكسيونمون ميم، فوالا الفونكسيونمون ميم دون بنك مش كيفهم،
نونكوراج با دو تو يقلق يفد ما نجمش يخدم معاك. بيسكو انيس حكيت انت على الخدم وعلى الاماكن تاع العمل هذايا فاش ولا وين نجمو نلقاو لي زوريجينو؟ وين فما الكرياتيفيتي هي الراسمال نتاع لاكتيفيتي. اش معناتها؟ معناتها في الدومين ماركتينغ بوبليسيتي ليفيدمونسييل لازم ديما يبتكر دي كونسيبت في تو سكي ارتستيك كرياسيون ارتستيك فما تو سكي زاد كيف كيف فما الرسورس هومان يفو افوار اون بار دوريجيناليتي مي با ترو لي رسورس هومان باش نجم يكون عندك الحس المرهف اللي نجم تفهم تو ديتكت لي كومبيتونس هذا هو ما في انترتيان برو تو تافي لي لو دي ار اش هو زاد لازم كيشوف لي زومبلاي في الشركه يحس بال l'original هذاك ويقدروا على قيمته ويعاونوا زيد كالكو بار باش يوجهوا pour le cadrer un peu donc oui forme des métiers forme des métiers les c'est incompatible comptabilité tout ce qui est conventionnel avec des normes très normatifs صعيب il va avoir des difficultés l'original مش حس روحه مكبوت مش حس روحه ضيق ومش باش يعطي 100% نتاعو donc oui forme des métiers اللي يعاونوا forme les métiers اللي on va dire que c'est limité. Il y a toujours des originaux dans tous les métiers, mais leur vie est plus difficile. Ça y est, bah, la vie de tous les jours, ils sont originaux ou ils sont avec eux, ou ils sont avec l'activité de terre, on va dire, il y a des comportements qui sont différents. Donc oui, certainement. Le radeau de terre est standard, il y a des normes. Absolument. Les normes. Voilà, les normes, ou les choses naturelles qui sont présentes dans les gens, voilà, les choses naturelles. Une chose dernière, Inès, je vais vous التأثير في الشركة بالنسبة للزوريجينو ينجموا يعاونوا برشا أما تأثيرهم صعيب ياسر معناتها في فريق عمل خاصة كي نقاو يخدموا على نفس الهدف هوني وين تتحس المشكلة أكثر بالضبط عندهم شوية تمرد للزوريجينو شو معناتها؟ معناتها ديما اللي يقول لك يرمي اون كيستيون كل شيء ويحب يزيد إضافة من عنده دونك يحب يلاتي على نفسه وعلى الحس المرهف نتاعو اللي يخليه يخلق حاجات دونك يفا بوسكولي الآخرين ينجم الآخرين يحس انه ضيع في الوقت انه جوست يلاتير على روحه لاتونسيون ويحب يجبد روحه هذيك المشكله التاثير نتاعو ماهوش ساهل اوريجينال لازم ا ماناجر فريمون فورمي و اكسبيريمونتي افوار بلوزور كومبورتمون لي وحتى ليسبري نتاعو يكون محلول باش ينجم يلانتيغ ان اليمون اللي مختلف على الاخرين مي يفو سي لازم يضيع مع برشا وقت زيدا على خاطر يفو لو كادري يفو ليدي نو ينجم يتعامل مع لي كوليغ نتاعو الاخرين اللي با نيسيسامون اي بارطاج سي بوين دو دونك وي سي سي وعندو شويه تمرد الاوريجينال ما ديما عنده هاك لي ما يقلقوش اذا يقول شنو عنده فما ساعات دي كونفلي نجمو يتخلقوا لي المانجر ما عينوش يضيع فيهم وقته دونك اي فا ايسيي جوست دو سكونسنتري سور لا ماجوريتي ويخليك لوريجينال وي افكتيفمون ان توكا هو يمكن تضيع وقت في برشا ربح من بعد خاطر لكن يعرف كيفاش يستغلوا يظهر لي كيما الكنز لكن واحد يلوج عليه ويعرف يضيع وقت في